شافي والعقل مشتت من حيرة والقلب بيعشق إحساسك ويرفرف لو تيجي بسيرة وهعبر عن اللي يسمعني عن حاجة بمرة بتجمعني تحفظها ليا أكيد وكل فخر أنا من رفض أولاد ماما سميع وقصيدة جديدة بعنوان نظرة عتاب. نظرة عتاب تفوت أيام تفوت أيام وأشوفها في السكة لوحدها جمعتنا الصدفة قدرا ودتني لعندها كانت مخصماني زعلانة عشان أسباب حكاوي بتحوي معنى عذاب بيمر في مروري قصاد منها بقرب منها بشتاقها وببعد عنها بدمنها يا عين بتخبي في ابعادي زعل ورا لوم انا مش جاي لطعم النوم من اليوم اللي سبتك فيه وده مش بس لفراقك كمان للاسف كتير كلام بيهز من جوه مشاعر قلب مش ذنبه ان حبك كمان قلتيلي مش سايباك مش هنساك ورص كلام بيتزور وقت الليل ويوم ما تهد فيا ظروف وحالي يضيق اشوفك ابعد الحاضرين وشكلك حتى مش باين ولا فارق معاكي علاك ساعات بشتاق ليوم ما انا كنت لسه رضيع بعيد عن الرغي والمواضيع وناس بتخيل وناس بتضيع انا كل اللي مش فاهمه يكون ازاي ترى بضحى عشان يمنح لغيره حياه في حين غيره في نفس الوقت بيعشق فيلم مش موجود يا دنيا غريبه وفيها الوضع متكرر قوليلي امتى هفك قيودي واتحرك وفوق وانسى حاجات فاتت وانا عايش كمتايف لسه هيبدا الرحله في سكه صعبه مش سهله يا دنيا حقيقي نفسي انسى ولو انسى اكون عايش حياه احلى ولو انسى اكون عايش حياه احلى الله عليك.